Salut les amis, j'espère que vous allez bien, comme vous étiez avec une vidéo جديد. إلا كنت انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك حتى في القناه ديال ايمان زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم لي كومونتير الزوين اللي ديما تيموتيفيوني وتيخلوني تنبحث ونقلب تندير حوايج غادي يفيدكم اونيفو ديال لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. بزاف ديال الناس عندهم مشكله شنو يقراو، شنو الحوايج ولا الكتوبه اللي يقراوهم pour améliorer le niveau ديالهم في la langue française. هادشي علاش كنت درت ديجا واحد لا فيديو شرحت لكم وقلت لكم الا بغيتي تتعلم شنو هما الحوايج اللي خصك تتبع ياك، ولقى اعجاب ديالكم الحمد لله من خلال لي كومونتير. وسولتوني قلتوا لي راه تكسر شنو هما الحوايج اللي نقدروا نسمعوهم ولا شنو هما الحوايج اللي نقدروا نقراوهم. هادشي علاش اليوم ان شاء الله قررت انني ندير لكم واحد لا فيديو نبروبوزي عليكم شنو تقراو وكيفاش ديروا تقراو، حتى لا ميثودولوجي ولا لا ميثود ديال لا ليكتور حتى هي راه تتلعب دور ياك، حتى طريقه ولا الكيفيه ديال القراءه راه تتلعب واحد الدور. يعني راه كاين واحد النوع اللي تيبدا يقرا ولكن ما غاديش يتعلم مزيان، وكاين اللي غادي يقرا وغادي يتعلم على حسب الكيفيه. غادي ان شاء الله نبروبوزي عليكم اليوم ان شاء الله بعض الاشياء اللي تقدروا تقراوها، اي او ميم طون غادي نحاول نهضر لكم على ليكوت ولا شنو الحوايج اللي تقدروا تسمعوا ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نبداو باول حاجه، غادي نقول لكم كيف قلنا بان كيف قلت لكم بان الا بغيتي تتعلم لا لونغ سي ميو انك تقرا، تولي عندك هذيك لابيتود ديال لا ليكتور، تولف ولا تتولف على ايش على القراءه. و بوغ موا احسن حاجه تقدر تقراها، احسن حاجه تقدر تقراها اللي هي زوينه وتتخليك ديما المهم تتخليك ديما تتبقي تقرا هي لي رومون. هاد لي رومون، لي رومون هما الروايات، لي رومون زوينين بزاف. بوغ موا لي رومون لعبوا واحد الدور كبير في لاميلوغاسيون ديال لو نيفو ديالي في لا لونغ فرونسيز. طورت المستوى ديالي في اللغه الفرنسيه في واحد لا بيريود اللي هي قليله ولا قصيره، وباش بلا ليكتور باش بلي رومون كنت نقرا بزاف ديال لي رومون. اتفقنا لي رومون، لي رومون هما الروايات بحال هكا، هادي تتسمى رومون فهمتي، روايه روايه روايات. كاينين روايات هانتو هادو روايات فرنسيه باش تفهم، روايات فرنسيه تيكون فيهم دي تاكس، هادو تيكونوا اغلبيه لي رومون تيكونوا الفيكسيون، تيكون زعما الخيال. هما لي رومون قليل ما عدا لقيتي اوتوبيوغرافي ولا شي حاجه اللي تدوي على هذاك الشخص، اما كلهم تقريبا تيكونوا فيكسيون ديال الخيال، تيهضروا على شي سوجي باغ اكزومبل. هذا ديال طارق بن جلون، هذا ديال فؤاد العروي، وكاين هادو سوسون دي زيكريفا ماروكان ياك. كاينين دي زيكريفا اخرين اللي هما كاين ديال البرازيل، كاين فرونسي، كاين بزاف ديال لي زيكريفا. الوغ انت تتشوف لي سيكريفان ولا تتشوف لي رومون اللي غادي يقدروا يعجبوك. انا نقدر نفيدكم مثلا بغيتي تقرا لي رومون، انا كيف قلت لكم احسن حاجه تقرا هي الروايات. بغيتي تقرا لي رومون نقدر نقول لك لي سيكريفان اللي تقدر تقراهم في الاول اون طونك ديبيتون، وتا انترميديير تقدر تقراهم. كاينين مارك ليفي، واحد ليكريفان سميتو مارك ليفي، كاين واحد ليكريفان معروف هادو هادو اللي تنقول لكم راه معروفين، طابي غير مارك ليفي يطلع لك تيبيع ملايين النسخ كل عام، يعني سو سون دي سيكريفان كونو يعني معروفين بزاف. كاين مارك ليفي، كاين باولو كويلو، باولو كويلو، وكاين موسو. هادو تخوا زيكريفان، هادو انترناسيون يعني راه عالميين هاد لي زيكريفان هادو. باغ كونطخ كاينين دي زيكريفان ماروكان، كاينين دي زيكريفان بحال طاهر بن جلول، هادو كتاب مغاربة بحال طاهر بن جلول. كاين فؤاد العروي تا هو عندو ليكريتور ديالو زوينة. كاين اوسي في لي ماروكان كاين واحد الجيريان سميتو ياسمين خضرا، هو واخا ياسمين هو راجل غير هكا سميتو ياسمين خضرا. تفقنا هادو لي زيكريفان هادو المغربيين كيف تنقولوا، يعني كاينه ليلى السليماني حتى هي هادي امراه حتى هي تتكتب دي رومون اللي هما زوينين. الوغ هنايا تقدر فاش تولف تقرا تتولي عندك هذيك لابيتود، تولي هذه الحاجه تتستافد في كيفاش دير تقرا. بزاف ديال الناس ما تيعرفوش كيفاش يديروا يقراو. باغ اكزومبل انا بديت في هذه الروايه بديت نقراها، مثلا بديت تنقرا، فاش تنبدا نقرا ما تبقاش نشرح. كاين واحد النوع فاش تيبدا يقرا شنو تيمشي، تيمشي حف هادو باش نشرح لكم على خاطري. مثلا تيمشي لهنايا تيبدا يقرا هاد السطر هذا هنايا، فاش نبداو نقراو هاد الحوايج هادو ما تنجيش باش نبدا نترجم كلمه بكلمه. الخطا اللي تديرو هو تترجم كلمه بكلمه نورمال، كلمه بكلمه غادي تمل. حسب دابا شحال من كلمه غير فهاد السطر، اربعة سطور اللي قريت حسب انت قريت من هنا لهنا اربعة سطور، شوف شحال من كلمه قلت، راه قلت اكثر من 30 كلمه. الا تيجي باش تترجم كلمه بكلمه ما غاديش تستافد، خصك تفهم المعنى في الاول. بقى غير تقرا واخا ما تترجمش، ما تترجمش غير بقى تقرا، غير بقى تقرا. المهم لسانك غادي يولف، لسانك غادي يولف فاش تبدا تقول مثلا، تبدا تعاود الكلمه 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 لسانك تيتسلق عليها. اتفقنا؟ اما فاش ما تكونش تقرا لسانك تيكون شويه معنكش عليك وما تتقراش مزيان، عاد تجي مرحله الفهم من بعد، حيت انت تتولي تتفهم الكونتكست جينيرال، تتفهم شنو تتفهم؟ تتفهم السياق، ما يمكنش تفهم كلمه بكلمه، ما كاينش شي واحد حنايا فينا اللي غادي يفهم هاد الغومو هادي ولا هاد الروايه كلها فيها الالاف ديال الكلمات غادي يفهم جميع الكلمات، ما كاينش.
تنفهموا الكونتكست. دابا هذه لاباج هذه مثلا هذه الورقه هذه مثلا نقدروا نقولوا فيها واحد 300 كلمه، غادي نفهم فيها واحد 250 كلمه. 50 كلمه نقدر ما نفهمهاش ولا عمري سمعتها، تاقنا ولا تاقناش. وعاد تنشوفوا بعد لي فيرب تيكونوا في الكونديسيونيل سوبجونكتيف، تيكونوا يعني تقدر هو راه غير فيرب انت تحسب شي كلمه تاقنا، يعني ما تتعرفش. نقول لكم الصراحه ما تيمكنش تعرف كل شيء، حيت ليكريفان فاش يجيب شي كتب تيكتب بواحد تيختار دي زيكسبريسيون اللي تقدر عمرك في حياتك ما سمعتيهم. على حساب اللي كخيفه مثلا طاهر بن جنون تيكتب شويه صعيب، يعني ماشي اي واحد يقرا طاهر بن جنون، خصك تكون شويه عندك واحد النيفو عاد تقرا. باغ كونط هذوك اللي قلت لكم قبيله مارك ليفي باولو كويلو موسو عندهم ليكريتور ساهله، كلمات ساهلين، تلقى راسك تفهم بزاف ديال الكلمات. يعني انت ما تترجمش كلمه بكلمه، كلمه بكلمه غادي توحل، غادي تتمل، غادي تعيا غير هكا راه ديكسيونير راه ديكسيونير راه ديكسيونير، ما غادي تستافد حتى شي حاجه. فهم المعنى العام، واخا ما تفهمش غير قرا غير قرا غير قرا، من بعد غادي تولي راسك تتفهم، غادي تلقى راسك وليتي تتفهم واحد لا فاسون اللي هي سامبل وما كنتيش دايرها كاع في دماغك. هذا هو الطريقه الاولى، هي لا ليكتور تقراو لي رومون. كاين واحد لو ليفغ نقدر ننصحكم به، هذا لو ليفغ هذا زوين، هو اللي كنت نكتب تنقرا لكم لي زيستوار فيه هنا في لاشين نيت، سميتو بيان ليغ اي كومبخوندغ، بيان ليغ اي كومبخوندغ. هذا ليفغ زوين زوين، هذا كتاب هو تيتسمى بحال هذا، تيتسمى نوفال. شنو هي نوفال؟ هي مجموعه قصصيه. هذا دابا في, في, في انواع ديال الكتوبه، كاين نوفال كاين رومون كاين ديال كاين ديزيستاي كاين بزاف ديال الانواع تاقنا. هذا نوفال، نوفال هو واحد تيكون فيه مجموعه قصصيه، يعني هاد المجموعه قصصيه انتما فاش تنحلو تلقاو بزاف ديال المجموعات قصصيه، وكل قصه بعنوان، والزوين فيه تلقى القصص وكل قصه وكل تيكست تلقى فيه لا كونجيزون، تلقى فيه لانتيليجونس دي تيكست، زعما الكلمات اللي استعملنا وكيفاش كتب هذاك الكريفان، وتتلقى اوسي لي فراز، تتلقى كيلكو فراز اللي تستعملوا فيها هنا، وتتلقى دي زيكسبريسيون. الوغ هذا مفيد وتعلمك حتى الديكتا والديكتا هنا باش تدرب على الاملاء. الوغ هاد لو ليفغ هذا زوين بزاف، غادي يفيدكم سواء كنتي كبير سواء كنتي صغير، مفيد بزاف. وفيه التصاور الزوين فيه هو فيه لي زيليستراسيون، هادو سو سون دي زيليستراسيون. لي زيليستراسيون هما الرسمات، بحال الرسمات ما نعرفش واش باللغه العربيه شنو تيقولوا. الرسمات تقدر من لا فوطو تتفهم لي استواغ علاش دوي ولا علاش من تيدوي اكزاكتومون. تلقنا سميتو بيان ليغ اي كومبخوندغ، بزاف ديال الناس يسولوني يعني داير واقيلا شي 30 درهم في المغرب، في المغرب داير شي 30 درهم ولا 25 درهم، ما كاتبينش هنا لو بري، مي راه هو اصلا امبريمي اون فرونس، يعني الناس اللي ديجا فرنسا وهكا غادي يلقاو لا ميزون ديديسيون ديالو، لا ميزون ديديسيون هو كوليكسيون، كوليكسيون زعما مجموعة ديال ترونشار، 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 مجموعة ديال ترونشار، سميتو كور إليمونتيغ كلاسيك أو جي أو. هنا إلا بغيتي تقلب عليه، تاقنا؟ إلا بغيتي تقلب عليه في الإنترنت وتيليشارجيه في بي دي إف، كتب غير كوليكسيون أش بوان ترونشار، دي كتب بيان ليغ إي كومبخوند غادي تلقاه وتيليشارجيه، تاقنا؟ باش تقرا هكا إلا بغيتي تقرا في سميتو غير تقرا غير في البورتابل ولا في البيسي ولا في طابلت ولا في شي حاجة. مهم مفيد بزاف، عقلوا عليه لاتكم بزاف. الوغ كاين لي رومون كاين هاد لو ليفغ هذا، انا بالنسبه ليا زوين كنت نقرا به لي زيستوار. باغ كونط كاينين هادو تيقدروا يفيدوكم اللي هو لي زيات لي زيكوتور، تيقدروا يفيدو. فاش يفيدو؟ تيفيدو الا عرفتي شنو غادي تصنت اكزاكتومون. انا غادي نقولك شنو تصنت، بزاف ديال الناس تيحسبوا لا تصنتي على لا ميوزيك غادي تتعلم لا لونغ، نو راه ما تقدر دي شونسون غادي تستافد منهم حتى حاجه، كاينين بعض الاغاني ما غادي تستافد منهم حتى شي حاجه. سي ميو انك تصنت. هنا نقولك علاش تصنت، دير في سير اليوتيوب كتب 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 مثلا لي فيلم دوكيمونتير، فيلم دوكيمونتير، فيلم وثائقي، فيلم وثائقي، كتب فيلم دوكيمونتير اون فرونسي، افلام وثائقيه بالفرنسيه غادي تستافد، حيت واحد تيهضر بحال هذوك لي روبورتاج اللي يكونوا في ناسيونال جيوغرافي، تيبين لك تيبان لك السبا تيبان لك كذا، هو واحد تيدوي. يعني كذلك هذا فيلم وثائقي اختار لي بغيتي انت يطلعوا لك بزاف، مثلا على الحرب العالميه الثانيه، على الازمه ديال النفط في الخليج، على كذا، على بزاف ديال الحوايج تقدر تشوف هاد الحوايج من في نفس الوقت، تتستافد انتيليكتويلمون اي او ميم طون تتستافد لينغويستيك، او نيفو لينغويستيك زعما او نيفو ديال لا لونغ، يعني تتعلم شي حاجه. يعني هنايا مزيان هادي. كاينه حاجه اخرى ولا حاجه ثانيه هي تكتب، كتب في هذيك لابار دو روشارج كتب لي ليفغ اوديو، لي ليفغ اوديو، ولا كتب رومون اوديو، روايه سمعيه. كتب مثلا لو بوتي برانس رومون اوديو، غتلقى استوار سميتها لو بوتي برانس، واحد تيقراها بلا ما تقراها، لا كانت ما عندكش الوقت تقراها، تكون غادي للخدمه ودير لي زياد، تسمع واحد تيقرا الفرونسي بواحد لافاسون اللي هي كوريكت، حيت حنا واخا هكاك ما تنطقوش الفرونسي بواحد لافاسون كيف خصها تنطق اكزاكتومون، تفقنا؟ هنا تتستافد. تقدر الا بغيتي تصنت على لي شونسون كانوا تعجبوك، لي شونسون اللي هما الاغاني، تقدر دير لي شونسون ديال شحال هادي. كاين واحد الشونتور سميتو جو داسان،
واحد الشانتور تيغني اون فرونسي سميتو جو داسان، كاين واحد الشانتور سميتو سما صغير كتبها غادي يطلع لك، كاين جاك بغال، كاين حاجه. المهم هادو سو سون دي شانتور اللي غادي يفيدوك عندهم. علاش هادو الا بغيتي دير فرونسي كلاسيك تتسمع الاغاني الكلاسيكيه، اما الاغاني ديال دابا اغلبيه بالدارجه لارغو ما غاديش تستافد منها حتى شي حاجه، غادي تسمع تلقى كلمه عمرك في حياتك ما سمعتيها، فهمتيني؟ ما غاديش تستافد، هذيك فيها المعيور، فيها تخسر الهضره، وفيها الدارجه اللي ما غادي تستافد. انت خصك تتعلم لا لونغ باش غادي تقرا، باش غادي تخدم، باش غادي، اما الدارجه ما غاديش تفيدك بوالو. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون فادكم، يكون جاوبكم على الاسئله اللي تدور في دماغكم، شنو تقراو وشنو تسمعوا. تنحاول نكون سامبليفيت لكم وبسط لكم باش ان شاء الله تمشيو في الطريق الصحيح. ما تبخلوش عليا بالبارطاج، ما تبخلوش عليا بالكومونتير ولي لايك، وتبارطاجيو لي فيديوكم على الفيم ديالكم لي زامي ديالكم او في لونتوراج ديالكم. كما كما تزينتي لا امل لقاء بكم في فيديوهات جايه، ودابا جيت نقول لكم السلام عليكم.